السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طرحات المصارعة. طبعا احنا الحلقات اللي فاتت ما خدناش ولا طرح مصارعة، النهاردة هنبدأ نتعلم فيهم. طبعا الطرحات دي كتير جدا، ممكن تجيبوا أي طريقة تطرحوا الأرض. لو أنت في قتال ساندا مسكت رجل ومش عارف تتصرف بيها إزاي، النهاردة هناخد شوية حركات والباقي على بقية الحلقات اللي جاية إن شاء الله. تمام؟ لو واحد مثلا بيلعب معاك وش قدم هتتصرف إزاي؟ بيلعب وش قدم، مسكت الوش قدم، طبعا كله عارف الحركة دي من ورا كده، دي قديمه وكله عارفها. فطبعا الخصم لما انت هتمسك رجله هتوقع ان انت هتعمل كده، ممكن يقاوم وهيعرف يصد معاك الحركه حتى لو ما عرفش. الحركه دي يعني هي تقليديه جدا، فممكن تعملها بطريقه ثانيه. تمام؟ العب وش قدم، مسكت الوش قدم، بدل ما هجيبه من ورا اقوم جايبه من قدام كده، وانا برفع رجله اقوم ضاغط على راسه لتحت كده. افرض هو مش فاتح الحوض، رفعه الرجل دي مفيده في ايه؟ ان لما برفع رجله بيبقى واقف على مشط رجله، فدي بتخفف وزنه فسهل ان انا اقلبه. تمام؟ تاني الرجل الثانيه، اهي مسكتها اقوم حاطط رجلي كده واقوم قلب على الارض. تمام؟ طبعا كده احنا خدنا حركه من النوم. الحركه الثانيه بقى نلعب وش قدم. طبعا انا ممكن اول ما امسكها اقوم زق على ورا كده، دي واحده منهم. يعني انا هزق بس مش هزق زقه على ورا عادي، هرفع رجلي فوق وانا بزق عشان ممكن الرفعه ديت تخلي وزنه يختل من تحت. تاني نفس الفكره كده. تمام؟ دي هتخلي وزنه يختل. الناحية التانية ما برفعش وخلاص، تعالى تاني بقى ثبت رجلك العب. لما باجي ارفع مش برفع مثلا ايه، مش بزق كده على ورا وخلاص، لا بزق على فوق عشان اول ما ازق على فوق هو هيخف وزنه من تحت فهيقع في الحركة طبعا. تمام؟ دلوقتي هناخد مثلا ايه لو هو بيلعب امامية ازاي برضه اوقعه. تمام؟ العب امامية بالرجل دي نفس الطريقة برضه، نفس طريقة الوش قدم، بس بدل ما خدتها كده بالجنب باخدها على قدام الناحية التانية. تمام؟ طبعا متأسفين ان احنا تعبناك معانا. تمام؟ انتهت حلقة النهاردة واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.